عبر الهاتف أنا أرحب بالأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السابق. سمو الأمير، مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير يا أخ رجا، ومسي عليك ومسي على الأسطورة محمد دعية. طبعا يعني يمكن أشكر الأمير عبد الرحمن وأشكر الأمير عبد الله وأشكر كل من قاموا أو على هالمهرجان، لأنه محمد الدعية لاعب مختلف عن الكل. يعني أنا يمكن قلت شيء هذا قبل يمكن سنتين، إنه محمد الدعية رمز رياضي، مو أسطورة في كرة القدم فقط، يعتبر رمز رياضي. يعني محمد الدعية مثل المفروض أن يحتذي فيه أي رياضي سعودي، مو بس فقط لاعب كرة قدم. يمكن بحكم معاشرتي له، وأنا يمكن من المحظوظين اللي يمكن عاشرت محمد الدعية، ويمكن في آخر موسم على كثر فرحتي بالبطولة، ويمكن هذيك المرحلة كنا محتاجين بطولة أكثر من أي وقت قبل كذا. نعم، كثر فرحتي بالبطولة كثر ما فرحتي بأنه محمد الدعية هو كان قائد الفريق، وأنه يطلع المنصة كقائد ويحمل الكأس كقائد، وخصوصا الدوري، لأنه هذه من أبسط الأشياء اللي يستحقها. يعني محمد الدعية مختلف تماما، مختلف كشخص كرياضي. يعني تتكلم معاه يعني بفصاحة محمد الدعية وتواضعه على طبيعته، ما تسمع وتشوف إنجازاته، يعني تستغرب. يعني لاعب هالإنجازات، يعني قل ما في لاعب، يعني يمكن من قليل في العالم ينجزون ما انجز محمد الدعية. يعني محمد الدعية يعتبر رمز، مو أسطورة كرة قدم، ولا يقارن اصلا مع اي رياضي. اتوقع محمد الدعية مختلف، وانا يمكن من الناس اللي حزينين انه يعني يمكن هذا اليوم من اكثر الايام اللي كنت اتمنى وجودي في الرياض، انه اكون حاضر يعني اهم مهرجان لاهم رياضي على مر التاريخ يمكن في العالم العربي. طيب سمو الامير، ما كان يتعبكم في غيابات ولا تاخر في التدريبات ولا شيء من هذا؟ والله يا ريت الكل يكون مثل محمد الدعية. محمد الدعية دائما الاول. في يعني نقطه مهمه، محمد الدعية كان اي لاعب صاعد، يعني تعرف كان محمد الدعية عامل مهم، انه تعرف اللاعبين الصاعدين خصوصا من درجه شباب ومن الاولمبي، عشان انهم يتاقلمون، لو تلاحظ كانوا يتاقلمون مع الفريق بسرعه. ومن اهم هذه الاسباب وجود محمد الدعية. يعني اللاعب احيانا يكون عنده رهبه من الفريق الاول، خصوصا لما يكون صاعد من شباب للاول. صحيح، يكون عنده الرهبه. ف يعني يمكن محمد الدعية اللاعب الوحيد اللي يعني من اول يوم هو صديق، يعني دائما يكون يعني كانه واحد معهم في درجه شباب. يعني بكل امانه، يعني له عنده اسلوب القائد، والاسلوب انه يعني هذا كان عامل مهم. كل اللاعبين الصغار كانوا يتاقلمون بسرعه، والسبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للاسطوره اللي امامك. طيب سمو الامير، بس محمد بيتداخل معك، تفضل محمد. شيء امسي عليك يا ابو سلطان، واقول والله طولت الغيبه صراحه علينا، واتمنى يا ابو سلطان انك تجي يوم الخميس. يعني قدامك اسبوع الحين يا ابو سلطان، اتمنى انه اشوفك استاذ الملك فهد ان شاء الله. والدعوه ان شاء الله ترى وصلت للبيت الدعوه. اكيد اكيد، والله انا ودي، والله انا تعرف انا في امريكا، لكن والله مثلك يعني يستاهل ما ينجاله لو يوم، يعني نجي ونحضر ان شاء الله. والله أتمنى يا ابو سلطان والله. طيب والله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سمو الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السابق، متحدثا ومتحدثا عن مزايا محمد